بعض الجوانب اللي ممكن ناس كتير ما اتكلمتش فيها، وهي بتتعلق بمستر رينيه فايلر. البعض او الاعلام ما اتكلمش في هذه الجوانب بشكل كبير. احنا عايزين نوضح لحضراتكم ايضا السي في بتاع مستر فايلر منذ بداياته كمدرب، اشتغل عمل ايه، اشتغل في ايه بالظبط، مسك مناصب ازاي. فخليني اقول لحضراتكم، كان متواجد كمدير للكره في نادي سانت جالين بسويسرا، وعمل كمان كمدير للنشاط الرياضي في نفس النادي، ودرب فريق الشباب تحت 21 سنه ايضا في نفس النادي، ودرب فريق زيورخ تحت 16 سنه. مؤمن جدا بدور الناشئين وضروره التصعيد، وده شيء مهم، وده من ضمن الملفات اللي تطرق ليها الدكتور طه اسماعيل في المؤتمر الصحفي بالامس. لكن بالتحديد بتكلم عن المناصب دي لان الواضح انه رغم صغر سنه عنده خبرات متعدده في مختلف الجوانب سواء اداريه او فنيه. يعني كمدير للكوره كان متواجد في فتره من الفترات في احدى الانديه سانت جالين بسويسرا، وكان مدير كمان النشاط الرياضي، فده جانب اداري مهم جدا، واضح انه عنده خبرات في الجانب الاداري. الجانب الفني طبعا عنده خبرات في الجانب الفني، مسك فرق ناشئين في مختلف الانديه في سويسرا، ومسك تمام اكيد يعني فرق الدرجه الاولى في مختلف الانديه طبقا للسي في اللي احنا كنا شفناه وعرضناه مع حضراتكم سابقا. فكل دي امور بتدي افضليه لشخصيه المدرب. واضح كده من الاخر يعني ان هو هيبقى قاعد في مكتبه هناك متفرغ لدراسه كل الامور اداريا وفنيا، وبالتالي ده هيؤدي بشكل كبير جدا لنجاحه باذن الله مع النادي الاهلي. في تفاؤل ان شاء الله، وفي مسانده ودعم وثقه في اختيار المسؤولين في النادي الاهلي لهذا المدير الفني مستر رينيه فايلر، واخد كمان الموضوع بجديه، ده طبيعي. لكن من بدايه التدريبات امبارح كان كل الناس اللي تابعت التدريبات كانوا مبسوطين جدا من الشغل اللي بيتعمل. ما يبانش طبعا في الاول، مش عايزين نبالغ شويه، لكن ما يبانش طبعا في الاول. لكن في نفس الوقت في بعض البوادر اللي بتظهر للحضور، يعني بوادر لغايه دلوقتي ايجابيه، وان شاء الله تكون اكثر ايجابيه خلال الفتره الجايه. وعندنا مباراه غايه في الاهميه، لو النادي الاهلي باذن الله باذن الله كسب هناك في غينيا الاستوائيه مباراه كانو سبورت، هتبقى دفعه ما فيش احسن من كده.